اتهمت امرأة بمحاولة قتل صديقها دهسا بسيارتها لأنه طلب منها قطعة بطاطا مقلية ساخنة من الوجبة الخاصة بها وفق الموقع دايلي ميل البريطاني. ماثيو فين رفع دعوى قضائية في المحكمة بأستراليا لاتهم من خلالها صديقته شارلوت هاريسون بتعريض حياته للخطر. وقال ماثيو: كانت ستنتهي حياتي بعد أن طلبت منها قطعة من البطاطا المقلية وقليل من السلطة. شارلوت نفات هذا الادعاء في المحكمة وقالت: أنا في هذاك النهار كنت مشيت عند ماثيو باش نقلو للمستشفى لأنه اتصل بيا وأكد لي بأنه ليس على ما يرام. وأثناء نقله إلى المستشفى تعرضت للاعتداء من طرف ماثيو، وهذا الشيء علاش وقفت السيارة وطلبت منه الخروج. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.